ثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وتهانينا لسالم بن فاران المري. بينما في المركز الثالث وصلت فيه أشواق، قطعت المسافة في 7:37 وست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. هكذا كان مسار هذا الشوط الجميل، تهانينا والناموس للفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم في انطلاقات هذا المساء، وهذه انطلاقة خاصة بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة من خلال هذه التحديات بالأبكار اللقاية المهجنات الأصايل. انطلقت حبلنا الكريم هذه الدفعة لتعلن عن حضور وتواجد هذه الأسماء المشاركة في هذه الفترة المسائية، لتعلن كذلك عن تنافس يتجدد في هذه الفترة، وتنافس مثير للغاية على أرضية هذا الميدان. المشاركة مشاهدينا الأعزاء بينما تسير هذه الأبكار لتتواصل بالتنافس والتحدي والمشوار المميز في لقاءات متجددة مسائية مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ من خلال المتابعة الأولى. شاهدنا عدة أشواط، ومن خلال هذه المشاهدات نتابع الآن ونرافقكم في التعليق على الشوط الثاني عشر في هذا المساء. المركز الأول الآن نقترب من بدايته ونسير إلى شوق في المركز الأول لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، بينما سعيد بن هديبان المري هو المرافق لعملية التضمير. المركز الثاني نشاهد الآن في المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية تضمير الشاهينية لدى فيصل بن طالب بن شريم المري، بينما يتواجد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، بينما المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. وهنالك الوجبة، هنالك السلام، هنالك التحدي من مرحبا، ولكن نشاهد الآن سلام للعاصفة، سلام سلام، ونشوف مرحبا قادمة، مرحبا بمرحبا، مراحب بمرحبا، أهلا وسهلا، ولكن سحابة سحابة، مري علينا يا سحابة، وامطرينا يا سحابة. انطلقت سحابة الآن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني لتنتزع النقطة الخامسة، تهانينا والناموس. بينما هنا في المركز الثاني سلام، المركز الثالث مرحبا لهجن العاصفة، المركز الخامس الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، هملولة في المركز الخامس لسمو الشيخ ثياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هكذا مشاهدينا الأعزاء كانت نتيجة هذا الشوط، حاضرة بالتحدي والمنافسة والتشويق. نعود بحضراتكم إلى المراكز الأولى، ونعود بما تجود بهذه اللحظة من تقدم واحتلال، وهنا بالفعل استطاعت أن تحقق الانتصار في 7:35 وفاء وتماما وكمالا. هذه سحابة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وإلى المضمر العملاق سلطان بن محمد لوهيبي. أما المركز الثاني وصلت هنا مشاهدينا الكرام سلام لهجن العاصفة ب7:35 9 أجزاء من الثانية، والمضمر حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث كذلك هنا مرحبا لهجن العاصفة 7:36 جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس.